بجانب المواجهة الأمنية للإرهاب، مواجهة جديدة أعلنت عنها السلطات المصرية. مجلس قومي لمكافحة الإرهاب والتطرف يضم مسؤولين تنفيذيين وشخصيات عامة ودينية من الأزهر الشريف والكنيسة. المهمة هي إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، وتعديل التشريعات القائمة لمواجهة القصور في الإجراءات وتذليل المعوقات القانونية. وعلى عاتقه أيضاً إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية ليتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا المجلس سيكون له بعد في العمل الخارجي ولن يكون قاصرا على العمل في الداخل فقط. كان هناك إشارة إلى ضرورة الانفتاح على الأجهزة المماثلة والسياقات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية. أشقاء عرب لديهم خبرات ولديهم أجهزة ومؤسسات فاعلة وقوية. وفي التشكيلة أيضاً وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وممثلون عن الثقافة والفن. المهمة الأصعب لهذا المجلس هي كيفية التصدي للأفكار المتطرفة التي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب إليها، في وقت تواجه مصر ظهور حركات أعلنت انتماءها لجماعة بيت المقدس في سيناء وتبنيها عدداً من العمليات الإرهابية التي نفذت مؤخراً، من بينها حركة حسم التي نفذت عمليات استهداف لأفراد الشرطة والجيش منذ أكثر من عام. احنا شغالين دايما على الأمن، على هياكل الجماعات الإسلامية من تحت، لكن مش شغالين على الرأس والفكر. يعني دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الأفكار، وللأسف تنويعة المجلس مش شايف فيها الاهتمام الأكبر بمسألة الفكر. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة تصحيح المفاهيم داخل السجون. يعني احنا هنعمل ايه؟ هل المجلس هيهتم بدي؟ المجلس سينعقد كل شهرين، ويحق لرئيس الجمهورية دعوة أعضائه للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يكون لأعضائه الحق في دعوة شخصيات عامة وخبراء للاستعانة بهم في الخطط المطروحة لمكافحة الإرهاب. من الصعب الحكم مبكرا على نجاح المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في تحقيق أهدافه، خاصة أن هذا النجاح سيبقى مرهونا بمدى جدية الجهات التنفيذية في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من خطط وأفكار لتغيير المنظومة الأمنية والفكرية للدولة في مواجهة التنظيمات المتطرفة. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.